يوتيوب الا كنتي غديرو ديرو عن حب ماشي على ود الفلوس. اكثريه دابا تيدير اليوتيوب على ود الفلوس. وانا نصيحتي ليك اخويا كواحد جديد، خلي عندك دي برينسيب. الحمد لله ملي كنخرج في الشارع تيقول لك اخويا تبارك الله عليك تنفتخروا بك كتشرف المغاربه. الحمد لله عمري ما خرجت الزنقه وضحك عليا شي واحد ولا كلشي تيحترمني وتيقدرني. علاش؟ حيت انا محترم راسي ومقدر راسي وتنعطي واحد المحتوى اللي نقي. الا كبرت وخليت ولادي جاو شافوه غيقولوا جدي هاش كان تيدير جدي. خلي شي حاجه اللي طبع فيها حياتك بشكل ايجابي. اما داك التقيز وتبع غير الفلوس وهداك الشيء راه ما دايمش، ما غيدومش ليك اولا، لانه الانترنت راه كتبدل بواحد الوتيره اللي هي سريعه. راه حنا الوقيتة اللي كنا كنخدموا بام اس ان والكراميل والتشاتش، شكون قال التشاتش ما غاديش يبقى في 2020؟ شكون قالها؟ شكون قال كراميل ما غيبقاش في 2020؟ العالم ديال التقنيه تيتبدل بسرعه. اليوم كتاكل الخبز من شي حاجه غدا راه تقدر ما باقيش توكلك الخبز. الناس اللي كيعرفوا يجيبوها سهله من خلال عرض مؤخراتهم وداك الشيء راه كتدخلي الفلوس وكتناشطه مع راسك. ولكن من هنا لقدام راه ما غاديش كدير الضحك مثلا الكوميديا، كتعرف دير الفلوس في الكوميديا مزيان، ولكن هذيك الكوميديا لا ديك اليوتيوب ما بقاتش. من هنا لقدام طلعت شي بلاتفورم دغيا انت ما قدرتيش تمشي مع الموجه وعادي، لانه راه ما يمكنش انت تكون في عمرك 50 عام وباقي تدير يوتيوب. فانت كيفاش كتشوف راسك؟ هذا سؤال. واش عندك شي حاجه في دماغك اللي تقدر دير بها الفلوس؟ هادشي راه كله كل شخص كاع شخص كتطرحو في بالك.